قال رحمه الله: وسؤر حائض نهينا عنه في الطهر للصلاة فاتركنه. أبو سعيد قال: بالتكريه ما لم تر الأنجاس صارت فيه. وسؤر حائض نهينا عنه في الطهر للصلاة فاتركنه. أبو سعيد قال: بالتكريه ما لم تر الأنجاس صارت فيه. مسألة يذكرها أهل العلم في هذا الباب، جاء في الحديث الصحيح طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل المرأة، نهى عن الوضوء بفضل المرأة. وجاء الحديث عند غير الربيع وفيه أيضا نهي الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة ونهي المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، جاء هذا الحديث. إلا أن أكثر أهل العلم من المذاهب الفقهية قالوا إنه لا مانع من أن يتوضأ الإنسان بفضل المرأة، وهكذا لا مانع من أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل، أي نبيا كان الرجل أو محرما، وهكذا المرأة أجنبية كانت أو محرما من الرجل. لماذا؟ قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بفضل زوجته ميمونة رضي الله تعالى عنها، توضأت أولا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. وثبت الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنهما، وكل واحد منهما يقول للآخر: أبقلي أبقلي. هذا أيضا مشاركة، ليس وضوءا بالفضل فقط، بل هو مشاركة للطرف الآخر. ومن هذه الأحاديث، وبسبب أن الفقهاء لم يجدوا علة ظاهرة للنهي السابق عن الوضوء بفضل المرأة وهكذا وضوء المرأة بفضل الرجل، لم يجدوا لها تعليلا ظاهرا، مع أن المسألة محصورة في قضية النجاسة من عدمها، لذلك قالوا: نحمل هذا النهي على التكريه ونأخذ بالأمر المعلوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه أنه كان يتوضأ ويغتسل بفضل المرأة ولا حرج في ذلك، فهذا يدل على الجواز، وحكموا على هذا الحديث الذي فيه النهي عن الوضوء بفضل المرأة بأنه على التنزيه. لذلك قال المصنف رحمه الله تابع الأبيات: أبو سعيد قال: بالتكريه ما لم تر الأنجاس صارت فيه. هذا للكراهة وليس النجاسة، وهذا هو رأي علمائنا ورأي جمهور الأمة، أن النهي هناك بعد ثبوته يحمل على الكراهة، والحديث ثابت في مسند الربيع رحمه الله، وعند غير الربيع قد اختلفوا في تصحيحه، أما في مسند الربيع فهو ثابت عن الوضوء بفضل المرأة. وبعض أهل العلم سعى إلى أن يعلل هذا الحديث وقال إن وضوءه صلى الله عليه وسلم، إن نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل الجنس الآخر سواء كان الرجل أو المرأة، إنما أراد به زيادة الاحتياط وزيادة إبعاد كل أمور الفتنة عن الناس، علل بذلك بعض أهل العلم، لم يجد التعليل منصوصا عليه بنصوص الشارع، ولكن أخذ بعض أهل العلم ذلك. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الأمر لأمر لا نعلمه، لحادثة وقعت بذاتها، فجاء الراوي وذكر النهي العام ولم يربط الأمر بأصله، لماذا نهى الشرع عن هذا؟ وهذا الكلام الذي أذكره ليس ربطا للحديث بعد ثبوته ولا تشكيكا فيه مع أن الله الأصل أنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فما دام الحديث ثابتا فلا بد من أن يعمل به. ولكن الذي حمل على هذا كثرة الأحاديث الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، بل جاء في رواية عند البخاري بأنهم كانوا يتوضأون، بمعنى أن هذا الأمر كان معلوما وكان الأمر
ظاهرا عند الناس وأنه لا حرج فيه. وهذه الأفعال الكثيرة التي جاءت من روايات متعددة يؤخذ منها أن النهي أو يحمل بسببها النهي الثاني على الكراهة كما قال أبو سعيد رحمه الله تعالى.